انت سيد الذوق، الله يطول لك، سيد المعرفه والحكمه والادميه والاخلاق، نحن بنكبر فيك. انا بحبك من قلبي، وانا من جمهورك وحيات الله، ما بجامل، انا ما بجامل، صرت وصلت لمرحله بحياتي اذا في حدا شويه مزاجه شويه هيك عنده مزاج بقول لهم ما بحب وبشكر ماشي، بس لما بيقولوا لي البرنس بقول لهم يلا حبيب قلبي. 12 والبرنس انتوا مع بعض، الجمهور يطالب بديو مع بعض. اتمنى، انا بالنسبه لي اتمنى بس هي بتكون بصمه رائعه، ليديز فيرست، هي لازم تقرر. يا الي الشرف، الي الشرف. شو رايك بالاغنيه اللي قدمتها للامارات ست نجوى؟ هلا غنتها نجوى، طول عمرها فنانه كبيره، وش تقدم جميل. الناس شوف حب الناس، شوف جماهيريتها من كم سنه. ما قلت قبل شويه الاستاذ ربيع ولك، قلت انا واحد من الناس عشاق نجوى على المستوى الانساني وعلى المستوى الفني، مدرسه بكل ما تعنيه الكلمه.